جاوب. اتفضل. معنا تليفون مهم. اتفضل. اشوف بقى نبره الصوت هتسمعها هتعرف ولا معلق ولا مذيع ولا طب محلل. قول الو. قول الو. الو. هنشوف. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبيبي. ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا كابتن العصام؟ ازيك يا كابتن العصام عبده؟ ازيك يا حبيبي؟ اخبارك ايه يا حبيبي؟ وحشني وحشني. طمنا عليك. ازيك يا كابتن عصام؟ طمني. ازيك يا كابتن محمد؟ اخبارك ايه؟ كل ربنا يخليك يا رب. الحمد لله بخير. انا بشكرك جدا وسعيد والله معاك. يعني شخصيه بصراحه انا بتكلم على عشره طويله كانت في الاي ار تي، وبكلمك على حاجه من اطهر واجمل واحسن القلوب والبني ادمين في الدنيا في المجال الاعلام الرياضي. ربنا يخليك. انا الاكثر من 20 سنه في الاعلام. انا ما اتفقتش مع انسان بطيبه واخلاق وانسانيه محمد الكوارين بصراحه. ربنا يخليك. وشخصيه مصريه جميله ومحبه لبلادها، عاشقه لبلادها، تموت في تراب بلادها، راجل بمعنى الكلمه بصراحه من خلال معاشتنا ومعاشتنا معاه السنوات الطويله في قنوات الاي ار تي. 10 سنين يا كابتن عصام. طبعا 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 10 سنين والحمد لله انا سعيد محمد جدا، لان الفتره اللي فاتت بصراحه السنه الاخيره دي بالذات او السنه ونص الاخيره ربنا اكرمه وخد حق كان ضايع منه لفتره طويله جدا يعني ممكن بظروف بغير ظروف المهم وات ايفر. هو السنه ونص اللي فاتت الحمد لله ربنا اكرمه كتير جدا جدا. هو اجتهد على نفسه وصبر، وهو انسان صبور جدا وانسان مجتهد وحرفي ومهني. محمد الكوريني الصراحه حرفي ومهني، لان هو خريج يعني مدرسه الاي ار تي، ومدرسه الاي ار تي دي مدرسه مختلفه مع احترامي لاي مكان ثاني خلقه ربنا. دي مدرسه مختلفه جدا جدا جدا، هي اللي بتطلع المهنيين بتوع الشغلانه سواء مقدمين او معلقين او معدين. فطبعا مدرسه كبيره جدا جدا اللي نال شرف ان هو يلعب او بيشتغل في قنوات الاي ار تي سنوات. طبعا الاي ار تي مختلفه يا كابتن محمد، اللي انت بتبقى المعلق فيها عامل زي يعني زي لو ماسك اداره المبيعات او حاجه، لازم تنتج ولازم يبقى ليك بصمه ولازم يبقى ليك مكان. وكان دخولها سنوات طويله جدا صعبه بجد، هي سنوات صعبه. لكن محمد الناس الحمد لله اللي هي كانت فيها دور كبير جدا جدا في الاسماء اللي كانت موجوده في القناه. يعني صوت المعلق اتفضل يا كابتن كولين. عايز بس اشكرك عصام على كلماتك وعلى مشاعرك وعلى كل كلمه قلتها. اقل حق ليك بصراحه. لا والله ربنا يخليك، ده من ذوقك ومن من طيب اخلاقك. والله عصام لا بشكرك بشكرك جدا على كلماتك، وانت من الشخصيات الجميله ومن المعلقين الكبار المتميزين في مصر والوطن العربي. وبينك كابتن محمد سعيد اللي بيحب بلده، اللي بيحب وطنه، اللي بيحب ناديه، اللي بيحب فريق بلده، اللي هو في المقام الاول كمان هو سفير بلده بادبه وسنوات والذات ممكن يموت لكن سيرته ما تموتش. فمحمد الكونيني من النوعيه بتاعت الناس اللي سيرته تفضل بعد من شغله وبعد ما تسيب مكانه وبعد ما تسيب قناته. فطبعا ناهيك على المهنيه زي ما قلت لك الفتره اللي فاتت دي الحمد لله ربنا اكرمه، وانا سعيد له جدا جدا لان اسمه ارتفع جدا، وده ناتج زي ما قلت لك ناتج تعب وناتج فتره طويله جدا من الصبر اشتغل حاطه فيها وفتره من فترات القنوات. بعض الاوقات انت تظلم، وبعض الاوقات الظروف تظلمك، وبعض الاوقات يعني ما تبقاش الامور ماشيه معاك او نوع من كده. فالسنه ونص الاخيره تحديدا محمد انا حتى كنت بتكلم دايما مع خالد فيومي اقول له ان ربنا اكرمه بفضل الله سبحانه وتعالى، لانه هو اشتغل فترات طويله على نفسه واجتهد على نفسه. وبعدين هو محمد متاسس يا كابتن محمد سعيد، يعني زي ما قلت لك اللي اشتغل في القنوات زي الاي ار تي سنوات طويله تعمل اربع وخمس ماتشات في اليوم من قارات العالم كلها. فطبعا ده بيمثل عنصر خبره كبير جدا جدا صعب تلاقيه في مكان ثاني. ومخزون كابتن عصام الاي ار تي ليها فضل كبير علينا وعليك وعلى كل الزملاء الافاضل. واحنا كمصريين لما كنا في الاي ار تي اشتغل على نفسه كويس. واحنا كمصريين لما كنا في الاي ار تي كمان يا كابتن عصام كان لينا تعامل خاص، كان يعني في حب وفي مشاعر جميله جدا جدا. طبعا محمد سعيد كان يعرف ان احنا كلنا كنا مع المدير نخرج كلنا مع بعض، كنا اصدقاء انا كلنا وحازم وخالد وخالد بيومي وعدنان حامد، وكانت فريق عمل على سبيل الذكر طبعا كل الاسماء دي ليس الحظ، كنا كلنا الحمد لله تيم واحد وفريق عمل واحد. وزي ما قلت لك الصعوبه في المعامله اللي كان يشتغل فيها كده هو سيرت يا كابتن محمد، كان لازم يجيب انتاج ولازم يبقى عنده قبول ولازم يبقى ليه تارجت، ما كانش اي حد يقدر يشتغل ولا يقعد سنوات طويله زي اللي قعدها محمد. والحمد لله برضه كان من نجاحه في محطه ثانيه برضه وعمل نجاحات ممتازه. ربنا يخليك عصام، ربنا يخليك حبيبي. ومشواره الجاي وزي ما قلت لك في المقام الاول تبقى الناحيه الاخلاقيه مع الناحيه الفنيه سواء لعيب الكوره او بالنسبه حتى كمان للمعلق. يعني اشكرك اكيد اكيد. طيب كابتن عصام بس عايز اقول لك حاجه بس بعد اذنك.
اتفضل. الماتش اللي جاي انا وانت مع بعض، مين صوتيه اولى ومين صوتيه ثانيه؟ انت طبعا انت الاولى اللي انت عايزه. حبيبي ربنا يخليك، تسلم. ده احنا هنبقى محتارين. اشكرك على المداخله يا كبير. لو حاضر يعني. لا والله انا فرحان له جدا و اشكرك حبيبي، لان انا كابتن محمد احنا في الغربه بيهمك جدا الدور المصري، ان يبقى صح. ان يبقى عندك حد مصري كويس، حد مصري محترم. وكمان يا عصام احنا في الغربه محتاجين محمد تم يعني ما حصلش توفيق ولا حاجه في نقل الشغل كتير وكده، كل الناس بانت على التعاطف وبانت على الحب دي وبانت على كده كله. خلي بالك، هو ده رصيد الانسان، يعني ان انت مهما تعمل طول ما الناس ما بتحبكش مالكش اي قيمه، طول ما زمايلك ما بيحترموكش وانت بتحترمهم يعني. لكن محمد زي ما قلت لك كابتن محمد تقدم عنده الحته الانسانيه والاخلاقيه والادب والمهني طبعا من الطراز الاول، لانه زي ما قلت لك انا بلغه هو صنايعي، معلق صنايعي، يعني مؤسس عنده القاعده وعنده واشتغل على نفسه وعنده امكانيات كويسه، وربنا اكرمه زي ما قلت لك في الفتره الاخيره قدر يستفيد استفاده كويسه جدا من الماتشات اللي اتاحت له، وهو اشتغل على نفسه طبعا واحترم مهنته، والحمد لله اسم الوقت انا فخور بيه جدا طبعا كزميل اشتغل معانا سنوات محمد يعني. طيب. شكرا يا حلواني التعليق المصري والعربي. حلواني حلواني التعليق. توفيق دايما، توفيق كابتن سعيد ان شاء الله. ربنا يخليك، اشكرك. بس اسالك على حاجه كابتن عصام. كابتن عصام اسالك على حاجه بس، سؤال اخير. نبره المعلق، نبره صوته بتعرفها بينكم من بعض لما بتتكلموا ولا؟ مش سامع كابتن محمد. نبره الصوت يعني المعلق المميز بيتعرف من نبره صوته. لما قلت للكابتن بص يا كابتن، هو الصوت ربنا سبحانه وتعالى يعني الباسبور وجواز السفر بتاع المعلق هو التون والصوت، وده طبعا مفيش حد بيقدر يخلقها، دي ربنا اللي خلقه بيها الانسان تمام. لكن انت بتطور نفسك بقى في حاجات اشياء اخرى كثيره جدا كابتن محمد، طبعا عبر الكلام ده كله تطور نفسك في حاجات كثيره جدا، تاخد في التحكيم وفي الاعداد وفي التدريب، وتاخدك من كل حته شويه كده عشان تقدر لما تيجي تتكلم على الناس والمنظومه دي كلها في الناس ما تطلبش حد طوال 90 دقيقه. لان بصراحه كابتن محمد دلوقتي مهنه المعلق دي هي اهم مهنه في كل القنوات الرياضيه، او معلق في الاعلام، حتى في كليات الاعلام دلوقتي بيدرسوا هذا الكلام، ان طبعا دي اهم واحد بيصاحب المشاهد 90 دقيقه لوحده. انت ممكن تكون له راي في المباراه من خلال تعليقه. طبعا هو ممكن يكون شايف حاجه ثانيه، بس تكوين الراي العقيده نفسها. لكن هو التون الصوت مهم جدا، وانك زي ما قلت لك ربنا سبحانه وتعالى بقى طبقين زي المطربين دايما، مش حد يقدر يجمع على واحد كويس خالص والباقي وحش، ولا واحد وحش والباقي كويس، فطبعا دي بتبقى قبول زي المطرب بالظبط. في ناس بتجتمع ما تلاقيش حد خالص اجتمع على حد، يعني حتى كوكب الشرق بعظمتها، عبد الحليم بعظمته، كل الناس دي حتى برضه في موريتين وفي مجموعه ومجموعه فنفس الكلام بالنسبه للمعلق. مش عارف اطول عليك طبعا، عايزين نستمتع بالكابتن محمد النهارده. انت خدت نص الحلقه اصلا جدا بيقول لك انت خدت نص الحلقه. نعم فندم. لا والله مش عايز، طبعا لا يا حبيبي، انا بهزر معاك. لا يا حبيبي بهزر معاك، ده انا اتشرفت جدا، شرفت بيك عصام والله. غير بلده وغير اسمه، انه دافع على مبدأه ودافع على قيمته وراجل وطني. ما تيجي نعمل تجربه حلوه، ما تيجي نعمل تجربه حلوه، ابدا بمقطع والكابتن الكاوليني يكمل بعديك. انا ايه؟ نعمل قناه صوتيه اولى وقناه صوتيه ثانيه، ابدا بمقطع تعليق والكابتن الكاوليني يكمل بعديك بمقطع تعليق ثاني. لا بقى ده انا داخل على عشاء، مساء الفل، وانا اسف طولت. مساء الفل عليك. لا يا حبيبي ان شاء الله محمد، ان شاء الله مشواره جديد باذن الله تعالى يضيف لنفسه اضافه كبيره جدا. انا بس كان معايا عبد الرحمن يبتي، عاوز يسلم على كابتن كوليني فيها، ممكن؟ ماشي، اتفضل. ازيك يا عبد؟ ازيك يا حبيبي عبد الرحمن؟ الحمد لله. عامل ايه؟ وحشني، طمنا عليك. كويس الحمد لله. عندك كام سنه دلوقتي عبد الرحمن؟ بحبك في ماتشات الاهلي، بحبك والله عشان ماتشات الاهلي. شفت حبيبي ربنا يخليك. عبد الرحمن عصام عبده، نجل الكابتن عصام عبده، ونتمنى لك يا رب التوفيق يا كابتن عصام. وتشوف كمان عبد الرحمن نفسك يطلع ايه، معلق ولا ايه؟ عبد الرحمن، عبد الرحمن عايز يطلع لعيب كوره بقى، ربنا يكرمه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله نشوفه لعيب كوره كبير باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله نشوفه معلق، نشوفك يعني دايما كده بتتربنا يا كابتن عصام، ونشوف ان شاء الله عبد الرحمن لعيب كوره ان شاء الله كبير الفتره الجايه. وانت طيب يا كابتن عصام. شكرا جزيلا عصام، شكرا. حاجه جميله، عارف الجمال في